هناك أو هناك فنون لمحمد بن علي بن فراج، فنون على المركز الثاني. المركز الثالث تحركت بلشة، ولكن إنجاز، ولكن إنجاز. يا سلام، الله أنجزت المهمة، أنجزت المهمة إنجاز. خطفت الشوط الرئيسي، خطفت أقوى الأشواط، يقودها محمد بن مبارك بن قطامي على ما يبدو. وإنجاز تعود ملكيتها لفالح بن حمود بن مطلق البلوي مع المركز الأول. الله سلام يا تبوك الورد، سلام، أسعد الله صباحكم يا أهل تبوك على هذا الفوز، على هذا الإنجاز. مع إنجاز وصباحك ورد، صباحك ورد يا فالح بن حمود البلوي. تهانينا تهانينا على هذا الفوز، والسلام يا تبوك، سلام على هذا الفوز بالشوط الرئيسي. المركز الثاني وصلت بلشة لرياض بن ثامر السعدون. المركز الثالث فنون لمحمد بن علي بن مبارك بن فراج. المركز اسماء، ولكن عاد، عاد سنجار، عاد سنجار صالح بن جابر بن محمد الجابر المري. الله الله، انطلق سنجار مشاهدين الكرام ليعلن ايضا هذا التواجد في اقوى اشواط القعدان. سنجار هنا مع الصدارة، سنجار مع البداية بشعار صالح بن جابر بن محمد الجابر المري، ينطلق مع اول المراكز مع الشوط الرئيسي اقوى اشواط القعدان. الشوط الرئيسي مع سنجار، مع سنجار هنا يعلن ايضا هذه المغادرة، يعلن هذا التواجد هنا مع هذا الانطلاق ممتاز. واسعد الله صباحكم يا اهالي ابرين، سلام على هذا الاداء وهذا الانطلاق الممتاز. تهانينا والناموس لصالح بن جابر بن محمد الجابر المري على فوز سنجار وانتزاع اقوى اشواط القعدان في هذا الصباح. عبد الله بن محمد المنصوري على المركز الرابع، وعود الى الصداره، الى المنافسه. كيف وعداله، عداله وكيف. الناموس ما زال مرافق العداله بالانطلاق مع الصداره بتواجد عداله على المركز الاول. عبد الله بن حمد السعيد بن ملهيه، لكن كيف كيف كيف، اتابع انطلاقتها، اتابع اندفاعتها نحو الناموس ونحو التتويج. وشعار بن فراج حضوره كان منافس في ليلة البارحة وفي يوم الأمس وفي أيضا هذا الصباح في الأشواط الرئيسية بانتزاع أيضا ناموس مميز جميل في هذا الشوط. مع كيف اللي فازت بهذه الانطلاقة وعدلت الكيف بهذا الناموس الصباحي الجميل. الثانية أيضا لدعم هذا الشعار الوالد علي بن فراج المري، وكذلك نهني مالك كيف محمد بن حسين بن مبارك بن سالم المري. المركز الثاني المركز الثالث يتقدم في هذه اللحظة نهاب، أول إذاعة لنهاب يصل مع ثالث المراكز لصالح بن جابر بن صالح العامري، ينضم مع هذه الأسماء الكبيرة في مع الأمتار الأخيرة. ولكن نعود إلى شعار بن نايفة، شعار بن نايفة مسيطر على هذا الشوط، مسيطر على ناموس هذا الشوط. عبد الهادي بن حمد بن ترحيب بن نايفة الهاجري مع شاهين على الصدارة. شاهين ينطلق بناموس هذا الشوط، ينطلق بهذا الانتصار الجميل. تهانينا تهانينا والناموس لمالك شاهين على هذا الفوز المميز. عبد الهادي بن حمد بن ترحيب بن نايفة الهاجري، لحظات الوصول والعبور مع الأمتار الأخيرة، نهني بن نايفة على هذا التألق في هذا الصباح الجميل. لحظات الوصول والعبور مشاهدي الأعزاء، لحظة وصول شاهين إلى خط النهاية، نهني بن نايفة على هذا الفوز المميز. المركز الثاني جاء في نهاب لصالح بن جابر بن صالح العامري. المركز الثاني البريس، هذه النتيجة. وعلى المركز الخامس أيضا انطلاق قوي من الشاهينية، سالم بن بجاش بن حمد الفهيدة. ولكن عودتنا إلى مقدمة الشوط، سامودة يا سامودة، سامودة على المركز الأول والجذابة، سامودة والجذابة. الشوط إلى أين يتجه؟ الجذابة هي الأقرب، تتقدم الجذابة مع سعود بن علي بن فراج، ولكن سامودة تحاول لمحمد بن عقاب بن حماد العتيبي. الله
ارصد المركز الثالث جبارة، حمد بن صالح بن محمد بن سعد النابت، ولكن الجذابة 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 مع المركز الأول، سعود بن علي بن فراج مع صدارة الشوط، الجذابة الجذابة تختطف المركز الأول. تهانينا تهانينا أيضا لعلي بن مبارك بن فراج داعم هذا الشعار على هذا الفوز، والسلام يا الجذابة السلام، تهانينا والناموس. المركز الثاني سامودة لمحمد بن عقاب العتيبي، المركز الثالث جبار. مع ثالث المراكز، ولكن الله ثلاثية هنا مع منصور وصوغان، ولكن مايهاب هناك على الصدارة، مايهاب يعلن الانطلاق هناك مع أول المراكز، علي بن طالب بن علي المري مع مايهاب، مع مايهاب ينتزع أيضا ناموس هذا الشوط. الله يا بن عمارة هناك على الصدارة، عمار يا بن عمارة مع أيضا انطلاقة مايهاب، مايهاب مع اللحظات الأخيرة، علي بن طالب بن علي الجربوعي المري هنا يظفر بناموس هذا الشوط إلى هذه اللحظات، ولكن صوغان هنا قادم شعار بن قبعان، ولكن مايهاب مايهاب خلاص الناموس، أيضا الناموس مع مايهاب، مايهاب مع اللحظات الأخيرة وخط النهاية هناك مع مايهاب. تهانينا والناموس لعلي بن طالب بن علي الجربوعي المري ثاني المراكز. وصل صوغان المري قادم شعار على المركز الثالث وندى المركز الثالث، التقدم المرعوش خلف باب محمد الخلفان السويد، المركز الرابع تقدمت مخلفة لنادي بن مصر وصالح الرزق العجوة كذلك، وصول الأسماء وصول الشعارات وصل بن شريم مع هذه الانطلاقة مع عزل نايف بن طالب بن شفيع، لكن يبدو بأن الناموس خلاص راح مع الشانية اللي حلقت مع الصدارة، أقلعت بناموس هذا الشوط بتواجد شعر خزع عبد الواحد بخزع بالعفة العامري اللي يحدى أبناء العين، هذا الناموس الصباحي الجميل مع المركز الأول ومع الصدارة والقيادة وانتزاع هذا الناموس المميز الصباحي الجميل، الثانية لأبناء دولة الإمارات العربية المتحدة وإلى أبناء مدينة العين على هذا الفوز المستحق وعلى فوز الشانية الثاني لخزع عبد الواحد وخزع بالعفة العامري المركز الثاني. وصلت مشاهدي الكرام مع السلينة بن طالب لكن اللي غير مياس، مياس يا سلام يا مياس، علي بن محمد بن فهيد الفهيدة المري، وهنا شعار أيضا قادم بكل قوة مع القاهر، القاهر وصل في هذه اللحظات، علي بن زيد بن محمد بن محسن آل بحيح المري قادم مع ثاني المراكز، ولكن نعود إلى المركز الأول، نعود إلى مياس، مياس على الصدارة، مياس مشاهدي الأعزاء على المقدمة ينطلق في صدارة هذا الشوط، علي بن محمد بن فهيد الفهيدة المري على المركز الأول، ولكن شعار المشاخي عاد مرة أخرى ليعلن تواجده في هذا الشوط، هنا شعار سالم بن حميد بن محمد المشايخي، ما حد جاء من هجم على المركز الأول، من هجم مع الأمتار الأخيرة يقتحم المركز الأول، يقتحم ناموس هذا الشوط مع الأمتار الأخيرة. تهانينا تهانينا والناموس للمشايخي على هذا الإنجاز المميز مع حجام، تهانينا والناموس لسالم بن حميد بن محمد المشايخي المركز الثاني مياس. العزيز محمد الربيع الهدارة والشرود، والشرود والهدارة الشوط إلى أين يتجه؟ الهدارة 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 انطلقت المركز الثالث، جمايل جمايل قادمة، ومن الجانب الآخر أيضا الانطلاق من قبل جمرة لعبد الواحد بن خزع بالعثة العامري، وأيضا هنا ظن محمد بن خليفة بالهول المهيري، ولكن الهدارة 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 مع المركز الأول، هدرت الهدارة هدرت الهدارة في هذا الشوط، في هذا الشوط حمد بن عبد العزيز بن محمد الربيع خطفت المركز الأول بسلام وأمان بهذا الفارق الكبير بهذا العرض المثير، الله يا الهدارة سلام، يا الهدارة سلام، سلام يا حمد بن عبد العزيز بن محمد الربيع سلام، تهانينا تهانينا والناموس لمالك الهدارة على هذا الفوز المستحق وعلى هذا العرض القوي وهذا العرض الجميل. المركز الثاني
وصلت في المركز الثاني الشرود لصالح بن دل. وصل شعار الحنزاب مع القصير عبد الله بن علي بن حمد. الحنزاب المركز الخامس. الله، وصل الذهب مبارك بن سعيد بالاجمع الخيارين ليقدم لنا شعاره اللي يملى العينين بتغييره من المركز الخامس الى الرابع الى الثالث الى الثاني الى المركز الاول. هذا شعار الخيارين بانطلاقته بتقدم هذا الشعار مع ايضا تواجد وانطلاقه براق على المركز الاول. لو هذا الذهب 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 على الصداره على القياده بالانفراد مع مبارك بن سعيد بالاجمع الخيارين. يا مبارك لك الثانيه والتبريكات يا مبارك على فوز الذهب بالمركز الاول وانتزاع لنقطه هذا الشوط انطلاقته الى خط النهايه معنا الفوز والناموس. المركز الثاني كان الوصول من قبل ثميل السيد بن محمد وخلف باب الغوث السويدي. المركز الثالث تقدم مع ثلاث المراكز. ركز يا ماجد، ركز مع هذا الإبداع المميز مع ثلاث المراكز. وصل شعار السرعة لينطلق مع ثلاث المراكز ويغير في هذه اللحظات إلى ثاني المراكز وفي طريق الانتزاع المركز الأول. ولكن نعود إلى ميراج. ميراج مع أحد أيضا فطاحلة المضمرين صالح بن دلبج بن صالح الجربوع المري ينطلق في مقدمة هذا الشوط، يعلن هذا الإبداع، يعلن هذا التألق في هذا الصباح مع ميراج على الصدارة، ميراج على المركز الأول مع الميتين متر الأخيرة. تهانينا تهانينا والناموس لصالح بن دلبج بن صالح الجربوع المري على فوز ميراج بالمركز الأول وتحقيق ناموس هذا الشوط. لحظات الوصول والعبور إلى خط نهاية هذه ميراج تنتهي تزعنا موس هذا الشوط. تهانينا والف مبروك. المركز الثاني ريماس عاطب بن عطيه القرشي. المركز الثالث كان الوصول من قبل افنان لهادي بن رجب بن جلوي الهاجري. تلقائي لهذه اللحظات ولكن ولد شاهين، ولد شاهين ينطلق ينطلق على اول المراكز. صالح بن سعد بن محمد النابت المري هنا ينطلق ولد شاهين يغادر مع هذه اللحظات. الله الله، ولد شاهين هنا مع الصداره مع البدايه واللحظات الاخيره ما تصنع خط النهايه. ولد شاهين الرامي في الملاحقه ولكن ولد شاهين اللحظات الأخيرة. ولد شاهين صالح بن سعد بن محمد النابت المري وبن قطامي قادم مع الرامي اللحظات الأخيرة خط النهاية هنا مع ولد شاهين. ولد شاهين أيضا يظفر بناموس هذا الشوط مع اللحظات الأخيرة. ولد شاهين الرامي الرامي ولد شاهين اللحظات الأخيرة. ولد شاهين أيضا يظفر بناموس هذا الشوط. تهانينا والناموس صالح بن سعد بن محمد النابت المري ثاني المرات. قدم الملحوظ من سام لحمد بن محمد بن طالب آل الصعاق المري. دخلنا أجواء هذا الكيلو مع الأمتار الغليلة المتبقية عن الناموس. أول المراكز ضجة 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 اللي سببت الضجة في هذه اللحظات أحزام بن علي بن حمد آل فهيدة المري يطلق حنان ضجة مع المركز الأول مع الصدارة والقيادة نحو الناموس. الله يا ضجة ضجة بمحاولات كذلك بارودة لكن خلاص ضجة قفلت مجريات الشوط بانطلاقتها باندفاعتها بأدائها المميز وعرضها الجميل في اللحظات الأخيرة مع أمتار الناموس الثانية الحزام بن علي بن حمد الفيدة المري على هذا الفوز المستحق وفوز ضجة بناموس هذا الشوط. راح نوصل خط النهاية مع الفوز والناموس المركز الثاني. وصلت بارودة لسالم بن علي بن سالم بن سيد المركز الثالث. وصلت الحذرة لناصر بن عيسى الكوار المركز الرابع. الانتزاع المركز الأول أبناء حائر يطالبونك بالسلام.
يا صويح يا ابن خيلان الشمري، ركز مع هذا الأداء الجميل مع الجذاب وماركة الجذاب. يا سلام، الله 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 الله، الخمسمائة متر الأخيرة هنا المركز الأول والصدارة. الله يا ابن حلفان، هنا زيد ماجد بن علي بن حمد البريص المري على الصدارة، ولكن الله يا الجذاب الصويح بن خيلان بن عايش الشمري على المركز الثاني، يعلن هذا التحدي، يعلن هذا التواجد والانطلاق مع الأمتار الأخيرة. ولكن زيد على الصدارة، زيد على المركز الأول، زيد مع هذا الأداء الجميل، وهنا الجذاب، الجذاب يحاول مع الأمتار الأخيرة، ولكن زيد يحسم الموقف لصالحه ولمالكه. هنا مشاهدي الأعزاء ماجد بن علي بن حمد البريص المري، تهانينا وإنا موس على فوز زيد بالمركز الأول. المركز الثاني الجذاب صويح بن خيلان الشمري، المركز الثالث كان تابع الاسم القادم في هذه اللحظات. هنا الوصول لمن غيرت، من انطلقت الى ثالث المراكز. هنا وصلت شقرة منصور بالحزام بن راشد بن مقالح ايضا قادم مع هذه اللحظات، ولكن اعود الى مقدمة الشوط، اعود الى الظبي هناك مع البداية والصدارة. الظبي 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 انطلقت كالظبي، هنا بشعار بن بجاش على مقدمة الشوط، محمد بن فهيد بن بجاش المري هنا مع الظبي، مع الظبي يظفر يظفر بناموس هذا الشوط، انطلاق ممتاز مع الظبي. نهني ايضا بن بجاش على هذا الفوز هنا مع الظبي، تهانينا والناموس لمحمد بن فهيد بن بجاش المري على فوز الظبي، ولحظة وصولها الى خط النهاية بأداء ممتاز وانفراد على الصدارة ثاني المراكز. وصلت مشاهدين الكرام اعصار لحلفان بن راشد. الفائز اعود الى الصدارة، اعود الى المقدمة، ما زالت امور الغفراني هادية حتى هذه اللحظات مع انطلاقة ذباح، ذباح اللي يبدو بانه بدأ في مسيرة النجاح مع اول المراكز ومع المقدمة، ودخل مع بوابات الناموس بانطلاقة وتقدم ذباح لسعاد بن حمد بن هادي الغفراني المري المركز الثاني. وصل الفائز فاران بن علي بن حمد المري على ثاني التحديات، خلاص قفل مجريات الشوط مع المركز الأول، خلاص الغفاري أنهى مجريات الشوط مع انطلاق الذباح، ذباح اللي يقلع أقلع مع الصدارة بعد المسافة بهذا الأداء المميز وبهذا العرض الجميل. نهني سعد بن حمد بن هادي الغفاري المري على هذا الناموس المستحق، ولحظة فوز ذباح المركز الثاني. وصل المري مع ثاني المراكز، ولكن ارتياد ارتياد ماركة الفائز هنا تصل مع ثلاث المراكز. وصل شعار الشراب سعيد بن حمد بن هادي الشراب المري مع ثاني المراكز، يقدم ارتياد. يا سلام، سلالة الفائز تصل مع ثاني المراكز، هذه مشاهدي الأعزاء ارتياد. ولكن نعود إلى ميلاد على الصدارة، ميلاد على المركز الأول، الشهواني على الصدارة، مسفر بن حمد بن مسفر الشهواني، ولكن ارتياد ارتياد مشاهدي الأعزاء بنت الفايز مع ثاني المراكز بشعار سعيد بن حمد بن هادي الشراب المري مع ثاني المراكز، ولكن ميلاد على الصدارة، ميلاد على المركز الأول مع اللحظات المميزة، وهنا ارتياد ماركة الفايز المملوكة لهجنة الشحانية. ولكن تهانينا والناموس لمالك ميلاد مسفر بن حمد بن مسفر الشواني، تهانينا والناموس على هذا الفوز المميز. المركز الثاني ارتياد قدمت صلاة دابان احمد بن حمود بن محمد الوهيبي. الله
اوه يا دابان، دابان يغير الى الصدارة، ينطلق الى مقدمة الشوط. مشاهدين الكرام، دابان هنا بشعار الوهيبي ينطلق على اول المراكز، احمد بن حمود بن محمد الوهيبي هنا مع البداية ينطلق مع دابان، ولكن جبار ايضا قادم، ناصر بن جابر بن ناصر آل بخيتة المري، ولكن دابان مع الصدارة، دابان مع البداية هنا يظفر بناموس هذا الشوط مع اللحظات الأخيرة. الله الله يا الوهيبي هنا مع هذا الأداء الممتاز، أحمد بن حمود بن محمد الوهيبي هنا مع دابان يظفر بناموس هذا الشوط. هنا دابان ولحظة الوصول ولحظة وصول أيضا إلى خط النهاية، تهانينا والناموس لأحمد بن حمود بن محمد الوهيبي، ثاني المراكز وصل جبار ناصر بن جابر بن ناصر آل بخيت المري، وثالث المراكز. وصل الشراب مع انطلاقة هذا الشوط، لكن اعود الى الانطلاق واول المراكز، المركز الاول اتابع شوهين على الصدارة، شوهين على المقدمة، المعجزة قادمة من المركز الرابع الى الثالث الى الثاني بطريقة للمنافسة في مسيرة هذا الشوط، الصدارة شوهين، معجزة قادمة، المعجزة وشوهين، اللحظات الاخيرة، يا سلام الصراع والنزاع لانتزاع ناموس هذا الشوط، انطلقت المعجزة، عبد الله بن محمد بن علي الحسنة المري مع المركز الأول مع الصدارة مع المقدمة والإثارة اللي ترافق، المعجزة في مسيرة هذا الشوط الثاني، والتبريكات لمالك المعجزة عبد الله بن محمد بن علي الحسنة المري على فوز المعجزة وتحقيقها لهذا الناموس الجميل والمميز وتسجيلها لهذه النقطة وإضافة الناموس لي أيضا. وصل مشاهدي الاعزاء السائح عبد الله بن سالم بن احمد بن حوته العامري مع ثاني المراكز، والله ولكن وصل مشاهدينا الاعزاء راهي محمد بن راشد بن علي ال بريص المري، ولكن هنا احمد بن مذكر القرشي مع الصاحي، انطلق الصاحي وصحصح مع الامتار الاخيره، صحصح يا اللي بتصحصح، هذه مشاهدينا الاعزاء الانطلاقات والتحديات المميزه هنا في ميدان التحدي، الصاحي يا سلام احمد بن مذكر القرشي صحصح يا عامر، الله الله الله، نعود مشاهدينا الاعزاء، نعود مع الصاحي السلام مباشرة من ميدان التحدي، ميدان الشحانية إلى أبناء العرفة بمحافظة الطائف، سلام يا بن مذكر على هذا الأداء، سلام تهانينا والناموس لأحمد بن مذكر القرشي على هذا الفوز المميز، تهانينا والناموس على فوز الصاحي بالمركز الأول، المركز الثاني جاء فيه راهي محمد بن راشد بن علي آل بريص المري المركز الثاني. مياسة قادمة مع ثالث المراكز، وهناك الظبي مع رابع المراكز، وتواجد أيضا من مهيضة هنا من تصل بشعار بوليلة أيضا تنضم إلى دائرة النداء، ولكن الاسم القادم وصلت براقة محمد بن حمد بن عبد الله الفيدة المري، ولكن أعود إلى مقدمة الشوط رسمية هنا شعار البريدي، من يتواجد على الصدارة، من ينطلق بالبداية، حمد بن جار الله البريدي مع رسمية على الصدارة، ولكن القادمة وصلت براقة محمد بن حمد بن عبد الله المري، الله الله، شوف القادم هنا شعار العطية مع سرابة عبد الرحمن بن عبد العزيز بن خالد العطية مع اللحظات الأخيرة، ولكن الله القادمة، الله هنا أتابع الظبي انتزعت هذا الناموس مع اللحظات الأخيرة، تهانينا والناموس لراشد بن علي بن عامر الفيدة المري، هنا شعار بن طفلة من ظفر. بقوتها بأدائها الكبير بانطلاقتها مع الكيلومتر الأخير، اسمير على المركز الأول، المركز الثاني من الجانب الأيمن تقدم خيرة ذحام بن فابر عبد الهادي الرشيد، المركز الثالث وصلت أسعار لأول نداء فيصل محمد بن راشد آل فهد المري، الله
انطلقت مع الصدارة خيرة 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 في اللحظات الأخيرة تسيطر تمام السيطرة على ناموس هذا الشوط بهذا الانطلاق الجميل العرض الكبير والمثير مع أول المراكز. التحليق المميز لشعار في حاب الظافر بن عبد الهادي الرشيد اللي انطلق بناموس هذا الشوط له الثانية والتبريكات على فوز خيرة وانتزاعه لناموس هذا الشوط. هذه لحظة الوصول الثاني التبريكات في حاب الظافر بن عبد الهادي الرشيد المركز الثاني وصلت. نتابع المعلنة لهذا التحدي الجزيرة عبد الهادي بن راشد بن زيد بن محسن بن ديلة المري مع أول المراكز غير مع المركز الأول انطلق بناموس هذا الشوط. هذه الجزيرة على الصدارة الجزيرة الجزيرة ولكن متعبة متعبة والجزيرة اللحظات الأخيرة اللحظات الحاسمة مشاهدي الأعزاء ما بين الجزيرة وما بين متعبة ولكن متعبة 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 يا سلام. وهنا شعار العامري قادم بكل قوة وإثارة مع هذا الأداء الجميل يقدم مشاهدي الأعزاء ولكن متعبة مع الأمتار الأخيرة متعبة تنطلق بناموس هذا الشوط. متعبة محمد بن صالح بن سليمان الصعري على المركز الأول المركز الثاني ولكن الله الخطورة مشاهدي الأعزاء من شعار العامري شعار بالحوتة ولكن الله يا متعبة الدخول الجماعي مشاهدي الأعزاء ما بين متعبة وما بين أيضا استشارة من أتتنا مع الأمتار الأخيرة. عبر الجهاز اللاسلكي المركز الأول الظبي الظبي وحدث حدث والظبي وقدوم الفائز يا سلام يا سلام. ما زالت مجريات الشوط مع الظبي مع الظبي ومع الصدارة محمد بن حمد بن راشد العذبة المري على المركز الأول المركز الثاني التقدم من حدث محمد بن راشد بن قطفة على الثاني المراكز الظبي وبدون أي تعليمات بدون أي أوامر تقدم لنا هذه العروض المميزة والجميلة مع الصدارة وكما تشاهدون تتابعون العصاب الابطان بدون اي اوامر تقدم هذه العروض الجميلة المميزة بانطلاقة اول المراكز. اذا التهنئة والتبريكات لمحمد بن حمد بن راشد العذبة المري على فوز الظبي وانطلاقته الى خط النهاية وبدون اي تعليمات وبدون اي اوامر. المركز الثاني وصلت حدث محمد بن راشد بن قصفة المري المركز الثالث كان الوصول قبل غالي. الانطلاق على الصدارة ولكن شوق حمد بن محمد الحمد بالحول ايضا قادم هنا مع شوق الناموس ايضا مع شوط الختام طواري وشوق في هذا الانطلاق الثنائي. الله يا طواري الله يا طواري الله. هنا اداء ممتاز مع طواري سعيد بن جابر بن حمد بن مسعود هنا مع طواري مع شوط الختام شوق قادمة مع ثاني المراكز حمد بن محمد بن حمد بالحول ولكن طواري تظفر بناموس هذا الشوط. وايضا علي بوشارب يهني مالك طواري سعيد بن جابر بن حمد بن جابر بن مسعود على هذا الفوز والانتصار تهانينا والناموس لمالك طواري سعيد بن جابر بن حمد بن جابر بن مسعود والثاني ايضا اللي دعم هذا الشعار جابر بن حمد بن جابر